عندنا في أخبار الرياضة. ستتابعون آخر أخبار كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. بداية، حط المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الرحال اليوم بقسنطينة تحسبا لمباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، نعم، أمام منتخب المغربي. نعم مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل تتابعونا مع الزميل محمد صالح بوسكر. حضي وفد المنتخب الوطني للناشئين لدى وصوله إلى مطار محمد بوضياف بقسنطينة باستقبال مميز من قبل السلطات المحلية التي سهرت على توفير كل متطلبات الإقامة المريحة للعناصر الوطنية. المسؤولين راهم هنا مشكورين على هذا الاستقبال الحار اللي خصوه علينا، وإن شاء الله بإذن الرحمن إن شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري. جايين بثقة كبيرة أن الجمهور راح يكون بقوة إن شاء الله. كل الجماهير القسنطينية هي في استعداد لمناصرة الفريق الوطني، وحنا إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله الفوز للفريق الوطني من أجل تشريف الجزائر وتشريف العالم إن شاء الله. بالقاعة الشرفية للمطار عبر اللاعبون عن سعادتهم للأجواء الرائعة والعناية الفائقة التي رافقت وصولهم. ننتظرون من الجمهور القسنطيني يجي دعمنا إن شاء الله ويساندنا وإن شاء الله ما نخيبوش أمل تاعه ونكونوا في المستوى إن شاء الله. ورحبوا بنا مليح وإن شاء الله نفرحوهم، ونتمنى من الجمهور القسنطيني يكون بقوة في المباراة باش نفرحوه ونتأهلوا للنصف النهائي بإذن الله. نشكرهم على هذا الترحيب الحار والاستقبال، يعني إن شاء الله نشرفوهم أجمل تشريف ونخلفوا لهم هذا الترحيب ونشرفوهم أجمل تشريف ورفع الراية الوطنية عالية إن شاء الله. الاستقبال كان رائع، نشكرهم بزاف، بارك الله فيهم على هذا الاستقبال. وان شاء الله احنا نادوا الدور تاعنا ان شاء الله ونفوز بهذه المباراه في الميدان. هذا، ومن المنتظر ان يخوض المنتخب الوطني للناشئين اول حصه تدريبيه فور وصوله الى قسنطينه تحسبا لمباراه الدور الربع النهائي سهره الاربعاء بملعب الشهيد حملاوي. وللمزيد من التفاصيل حول موضوع وصول المنتخب الوطني الى ملحق ملعب قسنطينه، يلتحق بنا مباشره من قسنطينه الزميل سفيان مهني. اهلا بك سفيان، كيف كان استقبال المنتخب الوطني اليوم بقسنطينه؟ تحية طيبة لك نسرين ولجمهورنا الرياضي الكريم. الاستقبال كان حارا، استقبال كان مميز حظي به المنتخب الوطني الجزائري للناشئين تحت أنغام فرقة العساوة كما شاهدتم. نعم نسرين، المنتخب الوطني الجزائري يعني في هذه الأثناء يقوم بمعاينة الملعب الرئيسي والذي ستجري فيه المواجهة وهو ملعب الشهيد حملاوي، ثم بعدها سيجري أول حصة تدريبية له بهذا الملحق تحضيرا للمواجهة الهامة التي تنتظره بعد غد الأربعاء أمام المنتخب المغربي. الحديث هنا في قسنطينة كله عن هذه المباراة الهامة، هذه نعم المباراة الهامة التي تنتظر أشبال المدرب رزقي رمان الذين المطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية والظفر ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي وهو الدور المؤهل كما يعلم الجميع إلى نهائية كأس العالم المقبلة. أما فيما يخص تذاكر المباريات فإنه تم طرح 22 ألف تذكرة على منصة تذكرتي، وتم توزيع أماكن اقتناء التذاكر في ثلاث نقاط وهي القاعة المتعددة للرياضات برشاشة، قاعة الرياضات زواغي، ودار الشباب بشطيب عمار. المناصر الذي يريد متابعة هذا اللقاء ما عليه إلا أن يحضر بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بتذكرة المواجهة.
شكرا لك سفيان على هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. احتضان ملعب الشهيد حملاوي لمباراة المنتخب الوطني والمنتخب المغربي قرار أسعد جماهير المنتخب الوطني بقسنطينة الذين استقبلوا المنتخب بحفاوة ومستعدين لتقديم الدعم اللازم في المباراة المصيرية. بعد احتضانه لمنتخب المحليين وفي حلته الجديدة، يعود ملعب الشهيد حملاوي لاحتضان مباريات الفريق الوطني، وهاته المرة مع فريق أقل من 17 سنة، وسط تفاؤل كبير بالتأهل إلى الدور نصف النهائي. تأهلوا يديوا لاكوب إن شاء الله. الجمهور القسنطيني يكون في المستوى المطلوب. اي اسبري سبورتيف. مرحبا بهم هنا عندنا في قسنطينه، وان شاء الله يشرفونا ويربحوا ان شاء الله. الفوز لفريق الوطني الجزائري اقل من 17 سنه والتاهل للادوار المقبله بان شاء الله، ولما الفوز بالكاس. احنا نتمنوا الفريق تاعنا يفوز بهذه المقابله ويتاهل للدور النصف النهائي. مرحبا بهم، يتشرفوا، متشرفين بهم. ماذا بينا نتأهلوا، ماذا بينا نديو الكاس. الشيء اللي تعبنا عليه وجدناه، الدوله قامت بالواجب تاعها، وحنا رانا مساندينها، رانا مساندين، وحنا رانا معاهم. ولا شك ان الفريق الوطني سيجد مسانده كبيره من انصار فرق مدينه قسنطينه على غرار شباب ومولوديه قسنطينه وكذلك جمعيه الخروب. ونطلبوا الدعم من انصار شباب قسنطينه، مولوديه قسنطينه، جمعيه الخروب والمناصرين تاع الشرق الجزائري يكونوا في الملعب. ان شاء الله يشرفونا، وان شاء الله لي سيبورتير يكونوا في الملعب بقوه ويفرحونا. ان شاء الله الانصار، انصار النادي القسنطيني، ولا انصار جمعيه الخروب، ولا انصار مولوديه قسنطينه يحضروا بقوه ويساندوا المنتخب الوطني. يلعبوا يديروا مقابله ان شاء الله مليحه ويفوزوا ويفرحونا ويفرحوا الشعب الجزائري. الاكيد ان مدرجات ملعب الشهيد حملاوي ستكون مكتظه، والمحظوظ هو من يتحصل على تذكره الدخول. وبالعودة إلى مباريات الأمس، اختتم دوري المجموعات بإجراء لقاء الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة التي احتضنها ملعب 19 ماي بعنابة بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، وعرفت فوز هذا الأخير بهدفين مقابل هدف واحد. المنتخب الكاميروني كان سباق لافتتاح مجال التهديف عن طريق ماتا أنجيل في الدقيقة 61، فيما عدل سليمان أليو النتيجة للمنتخب البوركينابي في الدقيقة 76 قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني للخيول بعد دقيقتين. وبهذا الفوز يتأهل المنتخب البوركينابي للدور الربع النهائي رفقة المنتخب المالي، بينما ودع المنتخب الكاميروني حامل اللقب المنافسة من الدور الأول. وعن الإقصاء المفاجئ لحامل اللقب مدرب منتخب الكاميرون، بدا هو الآخر متفاجئ من مردود أشباله. لن أتحدث بطريقة عشوائية بعد هذا الإقصاء، قد حضرنا جيدا للمنافسة. لا أدري ماذا حدث للاعبين في هذه الدورة، لقد كانوا خجولين جدا خاصة في أدائهم أمام المرمى. صحيح بعض اللاعبين كانوا غير مركزين ومتساهلين، وعندما تضيع فرصا سهلة يحدث لك هذا، عكس فترة تحضيراتنا التي سجلنا فيها أهدافا كثيرة. ولا أقول العكس، عملنا كثيرا أمام المرمى، لكن هذه هي نتيجة اليوم. ماذا سأقوم؟ أنا سأواصل العمل، أنا هنا وسأبحث عن العناصر النادرة قصد تدعيم الفريق، وهذا ما يجب فعله، إيجاد الأفضل ومحاولة تطوير المستوى. هنالك الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق بإمكانهم التواجد في المنتخبات الأكبر، وأنا متفاجئ مما حدث مثلكم. كان ثقتي كبيرة فيهم،
وهذا ما تحدثت به في سابق التصريحات، وأنا متيقن أن هناك خلل ما لم نتفطن له. كما ذكر موفد تلفزيون الجزائر القسنطينة سفيان مهني الحصة التدريبية الأولى بملحق ملعب قسنطينة في هذه الأثناء، وكما نتابع على المباشر كل العناصر تبدو جاهزة ومهيئة لخوض مباراة كبيرة، وهم الذين سيعرفون مساندة كبيرة من الجماهير كما تابعنا في آرائهم قبل قليل، والهدف واضح هو تجاوز هذا الدور وتحقيق التأهل إلى نهائية كأس العالم. وبعد اختتام مباريات دوري المجموعات واكتمال عقد المتأهلين إلى دور ربع النهائي، نتعرف وإياكم على أهم مخرجات الدور الأول في التقرير الذي أعده وليد غريبية. انقذ الدور الأول من كأس إفريقيا للناشئين في طبعتها 14 15 مباراة تنافس فيها 11 منتخبا على 8 مقاعد في ربع النهائي، مباراتان فقط انتهتا على وقع التعادل الإيجابي، فيما حسمت 13 المتبقية لصالح أحد الفريقين بحصيلة بلغت 36 هدفا بمعدل 2.4 في المباراة الواحدة. وبالنظر لمردود المنتخبات، يعد المنتخب السنغالي الأفضل، ما يؤكد السطوة السنغالية على الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة. أشبال التيرانغا أنهوا دور المجموعات بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط وبأفضل هجوم، سجل 7 أهداف محافظا على نظافة شباكه كأقوى خط دفاع رفقة منتخب مالي متسيد المجموعة الثالثة بفوزين في مباراتين. من جانبه المنتخب الجزائري عرفت نتائجه تذبذبا، تأهل من خلالها بشق الأنفس إلى دور الثمانية. أشبال رزق رمان بعدما بدأوا المنافسة بطريقة مثالية بثنائية أناتوف في الشباك الصومالية انهاروا في المباراة الثانية أمام السنغال بثلاثية كاملة قبل التعادل بصعوبة أمام الكونغو بفضل القائد والمنقذ مسلم أناتوف. فيما كانت كبرى المفاجآت في المجموعة الثالثة بخروج مبكر لحامل اللقب الكاميرون بخسارتين في مباراتين. من مصادفات ربع النهائي أن يتواجه صاحب أقوى خطي هجوم ودفاع السنغال مع صاحب أضعف خط دفاع جنوب إفريقيا، إضافة إلى قمة مغاربية واعدة في نسخة مكررة عن نهائي كأس العرب الأخيرة، فيما تسعى نسور مالي لمواصلة التحليق نحو لقب ثالث على حساب الكونغو مقابل قمة نيجيرية بوركينابية تحمل بين طياتها 3 ألقاب قارية، 2 للنسور الممتازة ولقب واحد للخيول. 4 نهائيات تحتضنها ملاعب نيلسون مانديلا الشهيد حملاوي و 19 ماي لاقتطاع التأشيرات الأربع المؤهلة للمونديال قبل التفرغ للصراع على اللقب القاري بداية من المربع الذهبي. وفي أخبار الأندية الآن، وبعد تعيين عاشور شلوش كرئيس جديد للشركة الرياضية لشبيبة القبائل، عين هذا الأخير اللاعب الدولي السابق ومحلل التلفزيون الجزائري إبراهيم زافور كمناجير عام في مهمة إعادة ضبط الأمور داخل الفريق. يقول طارق مفلح: قدم متعامل الهاتف النقال لشبيبة القبائل كمالك لأغلبية أسهم الشركة الرياضية، وبعد فترة تواتر الأمور الجدية انطلقت بداية هذا الأسبوع بالكشف عن رئيس جديد للشركة الرياضية يتمثل في شخص عاشور شلول. هذا الأخير وبالنظر لوضعية الفريق محليا وصعوبة المهمة في الدفاع عن مكانته في القسم المحترف فيما تبقى من المباريات، اسم آخر التحق سريعا ويتعلق الأمر بصخرة دفاع الزعيم في سنوات التألق القاري إبراهيم زافور اللاعب الدولي الأسبق ومحلل التلفزيون الجزائري. نداء القلب لا يرفض عنده كما قال، وهو الذي سيتولى منصب المناجير العام في مهمة إعادة شحن البطاريات من جديد في غرف تغيير الملابس والدفع باللاعبين إلى الحفاظ على سمعة النادي وإنقاذه مما هو فيه. هنا المشكلة راهو في التعداد، يعني في الانتدابات أو في تعداد الفريق اللي راهو ناقص، يعني ما تقدرش تلعب. أنا بالنسبة لي كريم
شبيبة اليوم يعني كانت قادرة أنها يعني تسمح في كأس إفريقيا، يعني تلعب بفريق ثاني يعني وتفكر في البطولة أكثر، لأن الوضعية في البطولة هي اللي تهم اليوم شبيبة القبائل. زفور الذي تعلم أسس كرة القدم في بيت الشبيبة التي غادرها سنة 2008 كلاعب ليعود إليها كمسؤول العام 2016 مع الراحل محمد شريف حناشي، يعتزم اليوم بل ومطالب بوضع كامل خبرته تسييريا وفنيا تحت تصرف الفريق المقبل على مرحلة إعادة هيكلة جديدة ينتظرها أنصار الأخضر والأصفر تعيد إليه هيبته وتؤسس لفترة جديدة تليق باسم النادي وتاريخه بوضعه في المكان المناسب لتحقيق أهدافه وتكوين نادي احترافي سيتنافس على الألقاب مجددا للتتويج بها، وهي الغائبة عن خزائنه لسنوات طالت العشر محليا والعشرين قاريا. فالمسؤولية ثقيلة والمهمة ليست مستحيلة. بالتوفيق لإبراهيم زفور. وبعيد عن كرة القدم إلى بطولة العالم الآن للجودو المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وفي يومها الثاني عرفت مشاركة جزائرية غير موفقة حيث أقصي المصارع وائل الزين في وزن 66 كيلوغرام في الدور الأول بعد انهزامه أمام الأوزبكي ميكردان تيلودوف، ومن المنتظر أن يدخل غدا المصارع دريس مسعود في الدور الأول لمواجهة الأرميني كارابيتيان في وزن 73 كيلو غرام. انطلقت اليوم بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية الشهيد مخلوف مانع بالناحية العسكرية الخامسة دورة البطل للبطولة الوطنية العسكرية للكرة الطائرة بمشاركة فرق النواحي العسكرية وقيادة الحرس الجمهوري والدرك الوطني، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء القادم. الرياضيون أدعوكم جميعا إلى إظهار كافة مهاراتكم ومؤهلاتكم خلال هذه المنافسة لتشريف انتمائكم لهذه المؤسسة العريقة التي وفرت لكم كل الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية للرقي بالرياضة العسكرية. والآن في المصارعة الشاطئية، احتضنت مدينة وهران في شاطئ الأندلسيات البطولة الوطنية للمصارعة المشتركة في طبعتها الأولى. الدورة عرفت تنافسا قويا من قبل المصارعين المشاركين. سليم هواري. في هذه الأجواء التنافسية ووسط تنظيم محكم اختتمت فعاليات البطولة الوطنية للمصارعة المشتركة الشاطئية في طبعتها الأولى، والتي احتضنها شاطئ الأندلسيات بوهران بمشاركة كبيرة من قبل الرابطات الولائية. رعدنا للبطولة الإفريقية إن شاء الله، هذه البطولة اللي نختاروا فيها العناصر اللي بتشارك إن شاء الله في الألعاب الإفريقية الشاطئية. مشاركة قوية يعني اللي شاركت فيها عشر ولايات. والحمد لله كما حنا نقولوا كي جا الصيف كما حنا نقولوا في حاجه ما كاينش لي بليسير ما كاينش بابيك حاجه الاولى السلامه والصحه، وان شاء الله حنا جينا دينا السيسيون تاعنا بور كما حنا نقولوا الدعم ليكيب ناسيونال سيفيل. المنافسه شهدت تنافسا كبيرا ما بين المشاركين، وعرفت تألق كل من محمود مجاجبه الذي احرز الميداليه الذهبيه لوزن 60 كيلوغرام، بالاضافه الى دولا الشوقي الذي احرز المركز الاول في وزن 70 كيلوغرام، في حين عادت ريادة الترتيب من نصيب بن أرزقي زكريا في وزن 90 كيلوغرام، أما المرتبة الأولى في وزن أكثر من 90 كيلوغرام فكانت من نصيب حمزة حلوي. الحمد لله تحصلنا على البطولة الوطنية الشاطئية، وهذا بفضل مجهودات فريق الوطني والنادي ديالنا أمسية، والقادم أفضل إن شاء الله. فئة الإناث هي الأخرى عرفت ندية كبيرة، أين تمكنت بالخير فاطمة من الظفر بالمركز الأول في وزن 60 كيلوغرام، كما حققت ديلمي كوتر المرتبة الأولى في وزن 70 كيلوغرام، لتتوج فايزة عوالي بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 70 كيلوغرام. وهذا الشيء خليني نزيد نتحفز باش نوصل إن شاء الله بطولة العالمية وإن شاء الله. الحمد لله كان الأمل تاعي باش نربح، والحمد لله يا ربي ربي يتقبل مني باش نربح. صافي بليزير هكا نوصلوا لحاجه بعيده. كما تعد البطوله مؤهله لدوره الالعاب الافريقيه للمصارعه الشاطئيه بتونس وتحضيريه للاستحقاقات الدوليه المقبله.
بهذا الموضوع مشاهدينا نختم إياكم نشرة أخبار الرياضة. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله والسلام عليكم.